اللي هو الصراحة كيحتضن واحد المعرض الأول من نوعه اللي كيأرخ 100 سنة في ذاكرة مدينة طنجة، وعطينا العنوان من طنجة الدولية إلى طنجة الكبرى. وهذا المعرض اللي هو كيتوفر على عدد من الصور النادرة والجرائد النادرة والملصقات وعدد من المخطوطات وعدد من المقتنيات المتنوعة اللي عندها صلة بالذاكرة ديال مدينة طنجة، بحكم أن كلنا كنعرفوا على أن مدينة طنجة في وقت من الأيام كانت مدينة عالمية وكانت كتوجد فيها عدد هائل من الجالية الأوروبية. فمدينة طنجة مدينة سباقة لعدد من الأحداث، فيها ما هو وطني، فيها ما هو عالمي، فيها الدبلوماسية، فيها المال الأعمال، فيها الحركة الوطنية، فيها الصحافة، فيها الصناعة، فيها كل شيء، فيها التسامح الديني. فهذا المعرض هذا الحمد لله كاين زوار كثر وكاين إقبال كبير، والحمد لله كاين تجاوب مع المواطنين، وملي كنعطيهم شروحات هذا الشيء اللي كيتوجد هنا كلهم كيعجبهم هذا الشيء وكيحاولوا ما امكن يكون هذا الشيء محطوط في شي فضاء دائم اللي غادي يكون قبل الزوار والسواح الى اخره. وحنا كمؤسسه نتمنى هذا. وفي نفس الوقت كاين اشياء اللي هي معروضه هنا اللي هي تعتبر من النوادر، بحال كاين بعض الصور ديال زياره سعود ابي السلطان محمد الخامس رحمه الله، كاين بعض المنحوتات ديالو، كاين بعض الصور النادره، كاين بعض الصحافه اللي هي كتبت على الحدث، وكاين بعض الصحف هنا اللي هي كتعتبر من النوادر، بحال الجريده ديال بينيتو موسوليني النازي الايطالي، وكاين الجريده هنا ديال ادولف هتلر في مدينه طنجه في 1942، وكاين بعض المقتنيات النادره. وكان ان شاء الله كنوجه النداء ديالي من خلال المنبر ديالكم باش الساكنه ديال المدينه تجي تزور هذا المعرض وتكتشف ما كانت تزخر به مدينه طنجه من تاريخ عريق متنوع. واليوم الحمد لله حنا جد سعداء كاهل طنجه بهذه الانجازات الاخيره اللي تحققت في مدينه طنجه. واليوم المدينه اصبحت اكثر من دوليه لانها كتوفر على بنيه تحتيه جد مهمه، كتوفر على مرافق يعني بمواصفات عالمية. وحنا كساكنة المدينة طنجة نتمن كل هذه المجهودات التي أبذلت من أجل تهيئة المدينة العتيقة، وهذا الشيء هذا كله بفضل المجهودات الكبيرة اللي عطاها صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه لهذه المدينة هذه حتى أصبحت عندها تصيت عالمي. وشكرا لكم.